السلوي في موقف محرج وهجوم على امرأتي، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية مع الفنان السلوي اللي نشر ستوري على خاليه انه هو مو دراما وما عنده حدا يفضفض له، لهيك بيحكي كل شيء للجمهور، وصاروا المتابعين يحكوا له انه هن معه ويفضفض لهم، ورد السلوي عليهم كان بمهربي الوحيد انتو شكرا. والواضح انه السلوي بيمر بمشاكل كثيرة بهالفترة حسب ما صرح من قبل، والاغلب بيتوقع انه السلوي على خلاف مع الموديليانا. نمر الى تسنيم اللي هاجمت قمر الطائي من خلال ريل قامت بنشره على حساب الانستغرام. يعني اول شيء حابه اوصل فكره لبعض الناس انه الفاشل مو هو اللي ما عنده شغل، الفاشل هو اللي ما بيعرف يوصل فكره للناس، اللي ما بيعرف يوقف جنب الناس، اللي ما بيعرف يقدر زعل الناس، هذا هو الفاشل الحقيقي، تمام؟ مو الفاشل اللي ما عنده شغل، اوكي؟ فلو سمحتوا لو سمحتوا عرفوا عمركم، وعرفوا انتم شو عم تحكوا، وعرفوا الظرف اللي نحن فيه، وعرفوا كيف توصلوا الفكره للناس. ولو سمحت احنا ما عم نطلب منكم انه انتم توقفوا شغلكم او انتم توقفوا باب رزقكم، بس على القليله تحترموا الوضع اللي نحن فيه.